صفحات 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 يحلق فكرنا فيها صفحات ونقطف من معانيها مع التفسير والقرآن نطوف بسيرة العدنان وعطر الحق والنسمات صفحات صفحات صفحات. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، صفحة جديدة نبدأها بالخير وبالطاعة بإذن الله عز وجل. نبدأها ونقول الصفحة هي عبارة عن صورة في قاعة محاضرة، والمحاضر يمد إيده في جيبه ويطلع 1000 درهم ويقول اللي عايز 1000 درهم هذه يرفع إيده. طبعا الكل رفع إيده وأنا أرفع معهم أنا كمان، فالكل رفع إيده. قال لهم طيب شوفوا هذه الحركة، بعد ما كرمش الورقة وطواها قال مين اللي عايز 1000 درهم؟ الكل لازال رافع ايده وقال احنا عايزين 1000 درهم. بعد شوي قال شوفوا شو اللي هسويه في 1000 درهم، القى الورقة واعزكم الله دعسها بقدمه، مسكها مرة ثانية وقال مين فيكم اللي عايز 1000 درهم؟ قالوا احنا عايزينها. الجميع، ما حد لم يرفع ايده، الكل رفع ايده وكله عايز 1000 درهم. فقال هذه هي قيمة النقود، قيمة النقود فيها على الرغم مما أصابها، هي تكرمشت شوي وتكسرت شوي ورمت على الأرض، لكن في النهاية تبقى قيمتها ولا زالت 1000 درهم. لكن إذا عدينا المسألة وقلنا أن المسألة ترتبط بالشخص، بقيمة الإنسان، قيمتك أنت لن تختلف بما يعتريك من إشكالات ومصائب أو حتى هزائم مؤقتة في معترك الحياة، ستسبب ألم، ستسبب الكرمشة اللي قلنا عليها، ستسبب التكسير اللي هو موجود، لكن في النهاية تبقى القيمة واحدة، قيمة 1000 درهم، قيمة الإنسان، القيمة الحقيقية الموجودة في داخله بغض النظر عن المظهر الخارجي الذي قد تؤثر فيه معطيات ومنعطفات الحياة بصورة أو بأخرى. لكن ما هو السبب؟ السبب هو الاقتناع الداخلي، أن تقتنع داخليا بأنك 1000 درهم وليس أقل من ذلك، وأن ما يصيبك من خيبات مؤقتة أو هزائم محدودة لا تغير قيمتك، ستبقى القيمة كما هي. هذا هو المشهد بشكل مجمل، ولكن له تفاصيل أخرى نعيش معها، ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا. صفحات 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 صفحات. قيمتك هي حيث تضع نفسك لا حيث ما يضعك الناس، لأن الناس ستضعك في المكان الذي ستختاره أنت لنفسك. قيمتك باقية على الرغم من الهزات التي اعترتك في حياتك. ذكرنا قصة 1000 درهم اللي تكرمشت وتكسرت ورمت في الأرض وانداست بالأرجل، ولكن بقيت كما هي ورقة 1000 درهم. أول ما نمسكها ونمسحها شوي ونوديها الواحد في محل بنشتري منه، لا يمكن بحال من الأحوال يقول لك الورقة هذه قديمة هحسبها 990. الورقة قديمة، جديدة، مكسرة، سليمة، هي 1000، ستقبل على أي صورة. مثل إيش؟ مثل إيش الخيبات التي قد تتعرض لها حياتنا أو الهزائم أو الانكسارات؟ كثيرة هذه الانكسارات، ولعلنا إذا ذهبنا إلى الأسرة، إلى البيت، البيت هل يتوقع أن الحياة الزوجية تبقى دائما مستقرة وناجحة؟ ما أعتقد. أعتقد أن هذه الصورة قد تختل، وأكبر دليل على ذلك أنها اختلت حتى في حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم،
ولكن الله اختار في النهاية للنبي الخير. لكن وقع الطلاق حتى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابيات أكثر من صحابية من زوجة النبي صلى الله عليه وسلم طلقن لما آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا وتركهم، ما وقع الطلاق، أو كل الناس تحدثت أن النبي طلق زوجاته صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما طلقهم وعاد إليهم بعد شهر، ولكن النبي طلق غيرهن من الزوجات، فطلق الجوينية أو الجونية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم التي طلقها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البعض أشار عليها إذا دخل عليك محمد فقول له أعوذ بالله منك، فأول ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها عذتي بعظيم، الحقي بأهلك، طلقها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الطلاق كان حادث حتى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والإشكالات التي حصلت بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحيان ونقلت إلينا، لماذا نقلت إلينا؟ نقلت إلينا لتخبرنا أن أفضل البيوت على الإطلاق البيت الذي تحفه رعاية الله تبارك وتعالى وتتنزل عليه الملائكة بالذكر وبالوحي، قد تعتريه الإشكالات. لكن هل هذه الإشكالات كانت نهاية المطاف؟ أبدا لم تكن نهاية المطاف، بل كانت هي بداية جديدة لحياة سعيدة، بداية حقيقية ونقطة انطلاق. هذه رسالة لكل امرأة منذ بداية حياتها. مثل إيش؟ واحدة خطبت، هذه المرأة اللي خطبت لشاب كانت تظن أنه هو الأنسب لها أو أنه هو الأفضل أو أنه الاختيار المناسب، ولكن بعد ما قطعنا شوط مع بعض وجدنا أن الحياة لا يمكن أن تستمر. هل الصواب أن تقول سأبقى في إسار هذا الرجل حتى لا يتحدث الناس والله انخطبت وانفصلت أكيد عندها عيب أكيد الخطب من عندها، أم أنها تتخذ القرار الأنسب وتقول أن هذه نوع من الكرمشة اللي اعترت ورقة الألف درهم، ولا بد أن يحدث الانفصال الآن. الانفصال الآن في فترة الخطوبة هو الأمثل بدل ما يكون بعد الزواج، ولما يكون في الزواج إذا حدث هو الأنسب بدل ما يكون في أولاد، وإذا صار في ولد أفضل ما يكون اثنين، وهكذا وهكذا. الاختيار والتوقيت هو التوقيت الذي يختاره الله تبارك وتعالى. قراراتنا لا يجب أن تكون مبنية على وجهة نظرنا في نفس اللحظة، لأن نفس اللحظة هي لحظة الهزيمة ولحظة الانكسار النفسي التي قد تعتري كل واحد منا. في حالة هذه البنت أو هذه الفتاة أو هذه المرأة التي طلقت، هي بنت كل حياتها في هذه اللحظة، أو حتى لو جعلناها صورة مختلفة وقلنا واحدة أصبحت أرملة، مات زوجها وقالت لن أتزوج بعده أبدا، لا يمكن. ليش لا يمكن؟ لأنه ما في حد أفضل من زوجها، وستعيش لأولادها. قد يكون هذا القرار صائب، هذا القرار قد يكون صائب كما كان قرار أم هاني التي تعتبر أعظم من ضحى في الدنيا. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يخطبها فقالت له إني امرأة مصبية أو ذات عيال، وأخشى ألا أقيم حقك أي حق النبي صلى الله عليه وسلم فسأبقى مع أولادي، ورفضت زواج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مشهد وهذه صورة، ولها مطلق الحرية ولها مطلق الحق. بالمقابل امرأة أخرى وهي أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، لما جاء النبي يخطبها وتقول فلما جاءني يخطبني أو قبل خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لها، لما مات أبو سلمة تذكرت أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أنها لابد أن تقول اللهم أجرني في مصابي واخلفني خيرا منه. قالت ولكن من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه؟ ما ينفع، كيف في حد خير من أبو سلمة؟ ولكن ما من طاعة الله ورسوله بد، لابد أن أقول هذه الكلمة، لابد أن أقول اللهم أجرني في مصابي واخلفني خيرا منه. فقالت الكلمة وكان الأجر أعظم مما تتخيل وأعظم مما يتخيل أي إنسان. جاءها من هو خير من سلمة وأبو سلمة وخير من الدنيا بأسرها، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبحت زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هذه رسالة لمن ظنت أن نهاية المطاف هي انفصالها عن هذا الرجل، أو هي وفاة هذا الرجل، أو نهاية هذه العلاقة بصورة أو بأخرى. لا، لعلها تكون البداية لغد أكثر إشراقا. ما نجعل ظلال الماضي، ظلال الأمس المظلم، هي ظلال سوداء تغطي الغد المشرق، ولكن لا، نبدأ بصورة جديدة وفيها دفعة للأمام، دفعة أمل ودفعة تفاؤل،
فمن هذه الجراحات ومن هذه الانكسارات قد تتولد آمال أعظم وأكثر إشراقا. مثل إيش؟ نعرف صور أخرى وملامح أخرى، ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا. صفحات 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 صفحات. المشهد الثاني هو أنت ما تختار لنفسك من قيمة وليس ما يختاره الآخرون. مشكلتنا الكبرى أن نحن نقيم أنفسنا بشكل خاطئ، وهذا الخاطئ على وجهين إحنا يهمنا الآن في هذه الليلة وجه منهم. الوجه الأول هو أن نقيم أنفسنا بأعلى من قيمتها، وهذا يفعله كثير من الناس، يعتقد ويضع نفسه في موقع أعلى مما يستحقه وأعلى مما يجب أن تكون عليه قدراته. عنده قدرات وعنده تقييم لنفسه، فتقييم النفس أعلى من هذه القدرات، قد يمكن أن يحدد هذا الأمر ويخفض بشكل معين. ولكن ما نريد أن نتكلم عنهم الطرف الآخر، الطرف اللي أصابته انكسارات وأصابته هزائم وأصابته محن، فوضع نفسه في قيمة أقل من قيمته الحقيقية، ظن أن التكسرات وأن الهجمات هذه عليه حولته من ورقة بألف درهم إلى 100 ولا 200 درهم بالكثير. أبدا، الألف درهم كما قلنا ونكرر ألف مرة، لو رحت بها للصراف سيتعامل مع أنها ألف درهم، ولكن شوية نظافة شوية تلميع حتى تخرج ما فيها من قيمة حقيقية. وهذا ما تحتاجه أنت، تحتاج أن تقيم نفسك قبل أن يقيمك الآخرون، تراجع قيمتك الداخلية وتنظر ما هي الميزات التي تحتويها نفسك وما هي الأمور التي لم تتغير أبدا برغم الهزائم. هذه الهزائم لم تجعلك، عفوا في الكلمة، إنسان غبي. ذكاؤك كما هو، عقلك كما هو، هذا الانكسار بسبب موقف معين، لم تعد العدة للامتحان فرسبت. وكم من شخص غير مهيئ للامتحان ورسب، لكن هذا لم يغير من أنه ذكي وشاطر، وإذا استطاع أن يذاكر سيحقق النتيجة. بل بالعكس، للأسف في كثير من الناس يقيمون بداية بأنه ما ينفع، مثل ما كان تقييم مدرسين أديسون لأديسون، كانوا بيقولوا أديسون هذا ولد راسه كبير وما ينفع أبدا ولا يمكن في يوم من الأيام هيفلح. أديسون لما مات تارك أكثر من 1600 اختراع، اللي كانوا بيقولوا راسه كبير وما هيفلح في شيء، لكن هو قيم نفسه بالقيمة الحقيقية، عارف أنه هو 1000 درهم وأكثر من ذلك، فمشى قدما على هذا الخط. فكانت القيمة الحقيقية هي القيمة التي رسمها هذا الشخص لنفسه. هذه الانكسارات تحولت إلى نجاحات، هذه الهزائم تحولت إلى انتصارات، بشرط واحد، شرط أن تستطيع أن توظفها وتكرسها بشكل صحيح. فمن قلب المحن تأتي المنح. كم كانت الصورة سوداوية ومظلمة، وكفار قريش يطاردون الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو وصاحبه خائفين مطاردين، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر أبو بكر ألا يخاف ولا يحزن فإن الله تبارك وتعالى معهم. والعجيب في وسط هذه الظلمة الحالكة وهذه المطاردة الغريبة، يأتي سراقة بن مالك وكل هدفه أن يقنص النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه لتكون له المنحة اللي هي 100 ناقة. فكانت القيمة التي يساويها النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه عند سراقة بن مالك هو أنه غنيمة باردة، سيذهب مباشرة ويصطادهم ويأخذهم ويسلمهم لقريش ويأخذ مقابل رأس النبي صلى الله عليه وسلم أشرف رأس 100 ناقة. هذه هي القيمة عنده، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وبتوفيق من الله عز وجل يستطيع أن يشل حركة هذا الرجل وهو سراقة بن مالك. ليست هنا الفائدة أو القصة الحقيقية التي نريد أن نسلط عليها الضوء، ولكن ما نريد أن نسلط عليها الضوء هو أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد سراقة بن مالك وهو المطارد وهو الشريد التارك لأهله اللي رايح لناس ما يعرفهم لا زال لحد الآن بشكل كامل، مسافر على هذه الصورة أو هربان على هذه الصورة صلى الله عليه وسلم، ولكنه واثق بما عند الله عز وجل، فيقول له واعدا إياه بسواري كسرى. من الذي وعد؟ وعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو المطارد.
وهو المطارد، والذي يطارده سراقة بن مالك. ولكن على الرغم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ويثق بما عند الله عز وجل، فيعد بهذا الأمر وهو سواري كسرى لسراقة بن مالك، ويأتي وعد الله عز وجل لينفذ، ولكن بعد سنوات وفي خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، حين ينادي على سراقة بن مالك ويقول أين سراقة، ويعطيه سواري كسرى، لأنه إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا المشهد العجيب، مشهد المطاردة، لأن النبي يعلم يقينا ما عند الله عز وجل ومصدق تصديق كامل. من قلب المحن تأتي المنح، منح الربانية شرطها أن يكون عندك التصديق بما عندك بقيمتك الداخلية، وبأن المحن لم تحول ورقة الألف درهم لأقل من قيمتها، بل هي تحتفظ بقيمتها، وربما إذا تم احتفاظ بها لزمن طويل تصبح كنز أو ثروة أو عملة نادرة تقيم بأكثر من ذلك بكثير. أسأل الله أن يرفع قدرنا في الدنيا والآخرة. مشاهدنا خلصت؟ لا، باقي كمان مشهد وبعديها نقول لكم مع السلامة، بس لسه استنونا بعد الفاصل. صفحات 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 صفحات. قيمتك هي أنت، هي قناعاتك، هي الأمور الراسخة في ذهنك والتي تضعها أنت بنفسك ولا يضعها أحد غيرك. كيف؟ نسمع سويا هذه القصة، وهي لمدرس يدرس مادة هي مادة اللغة العربية. هذا المدرس في يوم جاء موجهين ليقيموا أداء هذا المدرس، وحضروا الحصة وقاعدين يسمعوا والمدرس بيشرح. ففي وسط هذا الهدوء واحد من الطلبة رفع إيده وقال لي: أستاذ أنا مش فاهم. فقالوا: ليش يا ابني؟ قالوا: المادة صعبة. قالوا: كيف صعبة؟ قالوا: أيوة صعبة. فكأنما عاصفة وانطلقت كل الطلبة: أيوة صعبة، أيوة صعبة، إحنا مش فاهمين، إحنا مش فاهمين. فقالوا: طيب خلاص، اليوم مش هندرس، خلينا نعمل لغز مع بعض ونحله مع بعض. فشيلوا دفاتركم. الكل شال الدفاتر والكتب والكل فرحان، خلاص هنتسلى. الموجهين طبعا زعلوا، لكن صاحبنا ما اهتم وبدأ يكمل. فقال المدرس: رسم زجاجة وداخل هذه الزجاجة دجاجة، وقال: مين فيكم يستطيع أن يخرج هذه الدجاجة من الزجاجة دون أن يكسرها؟ شرط إنها تخرج بدون ما تنكسر الزجاجة، وتخرج قطعة واحدة، ما تقول لي هتنذبح وتتقطع، لا، طلعها سليمة زي ما هي. فالطلبة كل واحد بدأ يفتي وكل واحد يقول رأي. ففي الآخر الولد قال: يا أستاذ، حتى إن الموجهين الاثنين اللي قاعدين يسمعوا انفعلوا معاهم، بدأ كل واحد منهم يتخيل ويفكر ونسوا تجهمهم ونسوا إنهم كانوا رافضين المبدأ أصلا، واندمجوا مع الأولاد في طريقة الحل. فواحد قال: يا أستاذ، ما في غير طريقة واحدة، نكسر الزجاجة ونطلع الدجاجة. فقالوا: لا، ما ينفع تخالف الشرط، لازم تطلعها بالصورة اللي قلنا عليها. فقالوا: خلاص يا أستاذ، اللي دخل الدجاجة في الزجاجة يطلعها هو بنفسه. قال له: بس هذه هي الإجابة. الإجابة أنه اللي دخل الدجاجة هو اللي يطلعها، ليش أنا أعني نفسي وأطلع الدجاجة على الرغم أني ما دخلتها؟ هذه هي الإجابة الحقيقية. أنت حطيت في راسك أن مادة اللغة العربية مادة صعبة لن تستطيع أن تفهمها، لذلك هذه القناعات إحنا اللي رسخناها في أذهاننا، فلن تخرج هذه القناعات إلا إذا أخرجناها نحن، لا يستطيع واحد. أنت الآن بتقول المدرس طلع الدجاجة من الزجاجة، هو ما دخلها حتى يطلعها. أنت اللي حطيت في راسك هذه القناعة وقلت: أنا لا أفهم مادة اللغة العربية، أو لو أفهم الرياضيات، أو لا أستطيع أن أفعل الشيء الفلاني. ولذلك كثير من الأمور التي نحكم عليها بداية أن لن نستطيع أن نفعلها، إحنا حكمنا عليها بالإعدام، حكمنا عليها بالإعدام، لأن إحنا ما جربنا. إحنا أسيرين فكرة معينة، أسيرين فكرة أن الرياضيات مادة صعبة، أن اللغة العربية مادة صعبة، إن سواقة السيارة مسألة معضلة، أن الأمر الفلاني أو الأمر العلاني أمر مستحيل التطبيق، ما ينفع، ما أقدر أسويه. طيب أنت جربت؟ طيب حاولت؟ هل هذا الذي حكم أنه لن يستطيع دراسة مادة اللغة العربية جاب ورقة وقلم وقاعد يراجع المادة أو يحفظها أو السؤال العويص عليه قال لا؟
كما كانت بنيتي الحبيبة عائش تقول أنا لا أستطيع أن أفهم مادة الرياضيات، وحين كانت تناقشها مدرستها أو عمتها أنت فهم المادة؟ تقول لا أنا ما أستطيع، لا أفهم المادة، لا أستطيع أن أراجعها. وتبدأ شوي بشوي لما أقنعتها عمتها أن تراجع معها، قالت هذه البنت كأنما عقلها مخلوق لمادة الرياضيات. طيب ليش؟ لأنها بداية قالت أنا لا أحب هذه المادة. عدم الحب قد يكون هذا الأمر ناجم بأسباب، من ضمن هذه الأسباب ممكن يكون مدرس المادة، أنا ما أرتاح لمدرس المادة، أو ما أرتاح للأمر الفلاني، أو لمدرس السواقة، أو للشخص اللي بيعمل الشيء الفلاني، فلذلك كرهت المادة أو كرهت التعامل معه، فأصبحت رافض للمسألة، فأدخلت دجاجة خلف دجاجة خلف دجاجة حتى امتلأت هذه الزجاجة بالدجاجات التي لا يمكن أن تخرج. ما هو الحل؟ الحل أن احنا نبخرها ونقول أنها أصلا غير موجودة، لا يوجد مستحيل، لا توجد أمور مستعصية علينا إذا أردنا فعلا أن نفعلها. مثل إيش؟ مين فينا يتخيل أن شخص قد يتعلم لغة لا يعرفها في فترة 4 شهور أو 5 شهور؟ معقول؟ طبعا ممكن جدا أقل من ذلك. زيد بن ثابت لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقن لغة يهود أتقنها في 12 يوم. 12 يوم معقول؟ فأصبحت كأنها لسانه، يعني كأنها اللسان الذي يتكلم به، كأنه ما بيعرف يتكلم غير عبري. ليش؟ لأنه خلاص أقبل عليها بمحبة، وهو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليها بكل الإخلاص وفعلا أتقنها في 12 يوم. ممكن الواحد يحفظ القرآن في سنة أو في 6 شهور؟ ممكن. لا، بل ممكن أن الواحد يحفظ القرآن في 25 يوم. وهذه تجربة أكلمكم وأنا عشتها بنفسي مع مجموعة من الطلبة في تجربة فريدة، هي تجربة أهل القرآن، أولاد يهيأ زمانهم في الصيف لمدة 60 يوم ليحفظوا كتاب الله تبارك وتعالى فقط، ما عندهم شيء غير حفظ القرآن من الساعة 8 صباحا وحتى 8 مساء، واستطاعوا أن يختموا القرآن في 60 يوم. ومنهم من أنجز الأمر وحفظ في شهر، ومنهم من حفظ في 25 يوم وأقل، كانوا جايين مش حافظين شيء أبدا، لكن جايين وعندهم قناعة وما في أي دجاجات داخل الزجاجة، عندهم قناعة كاملة أن هذا المستحيل سيحقق وسيطبق، فعاشوا مع القرآن هذه الفترة وحققوا هذا المستحيل من وجهة نظرنا اللي هو مش مستحيل. ليش؟ لأنه عارف قيمته الداخلية، عنده ثقة بقدراته، واستطاع أن يذللها ويسخر كل العقبات لتكون منح إضافية يحصل منها على ما يريد، وهو حفظ 604 صفحات من كتاب الله تبارك وتعالى، وهي كل المصحف في هذه الفترة اللي هي 60 يوم. وطبعا مش 60 يوم، هي أقل من 60 يوم، لو شلنا أيام الجمعة اللي ما بيحضروها 8 أيام، وشلنا نص يوم اللي هو يوم الخميس، صار حوالي 48 يوم. معقول فعلا 48 يوم لحفظ كتاب الله عز وجل؟ ليش؟ لما تكون عايز هتسوي، لما أنت تكون مقتنع أنك ستقدر على فعل هذا الأمر فستستطيع فعلا أن تفعل هذا الأمر. شرط وحيد، اقتنع بنفسك، اقتنع بقيمتك، اقتنع بقدراتك، اقتنع بأن 1000 درهم مهما أصابتها المحن، مهما تكرمشت ومهما رمت ومهما سقطت في الأرض ستبقى كما هي 1000 درهم. إذن قلناها ونعيدها ونكررها، قيمتك هي أنت، قيمتك الحقيقية هي أنت، وهي ما تقيم به نفسك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن تكون قيمتنا في أعلى العلياء وفي أعلى عليين بإذن الله تبارك وتعالى، وأن تكون قيمتنا الحقيقية هي قيمة حقيقية في الدنيا وفي الآخرة معا. رفع الله قدركم في الدنيا وفي الآخرة. صفحتنا تحتاج إلى نقطة تختم بها، نقول بعدها كلمة وهي دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صفحات يحلق فكرنا فيها، صفحات ونقطف من معانيها،
مع التفسير والقرآن، نطوف بسيرة العدنان وعطر الحق والنسمان. صفحات 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 صفحات.